بعد رفض البرلمان خطة الإنقاذ الأوروبية التي تتضمن رسماً استثنائياً على الودائع في البنوك، رئيس الحكومة القبرصية أناستاسيا داسيان واعتماد خطة بديلة سيكشف تفاصيلها للطبقة السياسية. التقارير الإعلامية القبرصية والتسريبات تتحدث عن خطة بديلة تجمع بين الخطة الأوروبية المرفوضة والدعم المالي الروسي، وستعرض على البرلمان في أقرب وقت. هذه الحكومة ستتحمل مسؤوليات تاريخية وستنقذ البلاد. لا يمكن أن ننتظر أياما أو أسابيع، بل يجب التحرك خلال ساعات، والرهان هو إنقاذ البلاد. في هذه الأثناء المصارف القبرصية موصدة الأبواب منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى غاية الثلاثاء المقبل بقرار من الحكومة لتفادي سحب جماهيري واسع للودائع يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي، وذلك ريثما يتم حسم هذه الأزمة. إلى غاية الثلاثاء المواطنون سيبقون بدون مال. لدينا الآن مشكلة بسبب إبقاء المصارف مغلقة، وكأننا موتى أحياء. لا يمكننا القيام بأي سحب ولا إيداع الأموال ولا دفع مستحقات مموينين. يجب فتح البنوك لأن الإغلاق خلق مشكلة كبيرة. وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس يزور العاصمة الروسية موسكو منذ أمس بعد رفض البرلمان خطة الإنقاذ الأوروبية، وذلك بحثا عن دعم مالي لمواجهة الأزمة. المباحثات لم تصل بعد إلى نتيجة تجدر الإشارة إلى أن ودائع روس في البنوك القبرصية تعد بالمليارات، وهي الأكبر مقارنة بباقي الأجانب.